السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وعظم الله لكم. عزيزنا الدراجي تفضل. حياكم الله، عظم الله أجوركم بشهادة الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام. أجركم عظيم إن شاء الله. سؤال لسماحة السيدة الله يحفظها إن شاء الله. ما هو دور الشيخ النعماني محمد بن إبراهيم في تأليف أو مساعدة الشيخ الكليني في كتابة كتاب الكافي؟ والسؤال الثاني لسماحة السيد، يعني ورد عندنا في بعض الروايات في مختصر البصائر وغيرها أنه إذا ورد حديث عن خارجي أو عن قدري يروي عنا فلا تردوه ولا تكذبوه فإنكم قد تكذبوا الله، وجاء في حديث آخر أنه قد يحدثنا الرجل عنكم بالعظيم من الأمر، فقال أيحدثكم عنا؟ فقال نعم. قال ماذا يقول؟ يقول لكم الليل النهار والنهار الليل، مع ذلك لا ردوه، لا تكذبوه وردوه إلينا. كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ أما المسألة الأخيرة، مسألة ما قدمتموه في بداية البرنامج عن مدينة قم المقدسة، نحن عندنا في الروايات برواية كلش لطيفة في أعتقد موجودة في بحار الأنوار، يقول أنه دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام، أن رجلا دخل عليه فقال: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحدا قبلي ولا يسألك أحدا بعدي. فقال: عساك تسألني عن الحشر والنشر؟ فقال الرجل: أيها الذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، ما أسألك إلا عنه. فقال: محشر الناس كلهم إلى بيت المقدس إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم مغفورا لهم. قال: فوثب الرجل على رجليه وقال: يا ابن رسول الله، هذه خاصة لأهل قوم؟ فقال: نعم، ومن يقول بمقالتهم، يعني فيها إشارة إلى الهوية العقائدية لمدينة أهل قم. فأرجو أن يبين سماحة السيد من هم القميون الأوائل الذين هاجروا في زمن الحجاج أو قبل الحجاج، وهل صاحب تفسير البرهان القمي هل هو كان أصله عراق وذهب إلى قم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 على المداخله، شكرا. ما ادري سمعت السؤال، يقصد على غيبه النعماني او هو يقول هو ما هو دور الشيخ النعماني؟ هو يقصد على الكتاب غيبه النعماني او هو لا، هو مقصوده انه النعماني يوجد عندنا شخصيه من الشخصيات المعروفه بالحديث، نعم، صاحب دعائم الدين او دعائم الاسلام، نعم، كما في بعضها. في الحقيقة أنه الكليني لم يساعده أحد في تأليف الكتاب، يعني بمعنى من باب الآن نحن عندنا مؤسسات، نعم، يأتي مشرف على هذه المؤسسة وعنده محققون وعلماء ويمدونه بالمادة العلمية وهو يشرف عليها. الكليني لم يكن هكذا. نعم، استعان الكليني بالمصادر الروائية، يعني هناك كتب وصلت إلى الكليني لم يسمعها شفاهة، نعم، من المحدثين، وإنما كتب كانت معروفة في زمانه ومشهورة، نعم، بحيث يمكن أن يستند إليها، لا أنه وجدها كيفما كان، لا، كتب، نعم، مشهورة ومعروفة تعتبر من المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في أخذ الروايات. جميل. فمن هذه الناحية الكليني إذا كان المقصود أنه هل هو ساعده في التأليف في الكتابة؟ لا، لم يساعده. أما إذا كان المقصود لا أنه هو من الأشخاص الذين يعتبرون أنهم مدوا الكليني بروايات، ممكن في هذه الحالة أن يكون قد ساعد الكليني من هذه الناحية، من ناحية الروايات، وإلا لا من ناحية التأليف. هو الشيخ النعماني كان في زمان يعني الشيخ قريب، نعم، اشقد يعني القرب تقريبا مسافة قليلة نعبر عنه بالمعاصر. والسؤال ان شاء الله اخذ الجواب. السؤال الثاني يقول من هم القوميون؟ لا، قبل القوميين لعله عنده سؤال حول السؤال الثاني اللي سأله، اللي كان خلينا نسأل هذا حتى نجاوب. نعم، لا بأس، لا يقول بأس. القدر والتردد، بس ابدا اشوف القوميون. نعم، يقول من هم كان القوميون؟ يعني القميون، القميون يقول يقصد، نعم، القميون قبل الحجاج. نعم، هو باعتبار أن الهجرة إنما جاءت تقريبا، الهجرة إلى قم كانت ببدايات القرن الثاني، نعم، بدايات القرن الثاني الهجري. في الحقيقة القميون الأصليون إنما هم جاءوا من الكوفة،
التجأوا إلى قم، يعني القميين يلي نحن نقول عنهم هم الشيعة الموالون لأمير المؤمنين أصحاب الحديث الذين نشروا حديث الحديث أهل البيت عليهم السلام في قم، إنما هم كوفيون جاءوا من الكوفة نتيجة طبعا المعاناة التي عانوا منها في الكوفة سيما في زمن الحجاج، نعم، واستقروا في قم. هذا لا يعني أن قم كانت فارغة، هذه نقطة لابد من الالتفات إليها، نعم، لا يعني أن قم لم يكن فيها أناس يسكنون قم، ولكن عرفت قم بما هي عليه هذه الحاضرة العلمية التي هي تعتبر موطن لشيعة آل البيت عليهم السلام، نعم، ببركة هؤلاء الذين جاءوا من الكوفة واستقروا في قم. ولذلك عندما يقال الآن القميون، القميون متنوعون، ولكن من القميين الأصليين هم الأشعرية الذين جاءوا من الكوفة، نعم، وعندنا أيضا من القميين لا هم إيرانيون، يعني من العنصر الإيراني أو الآري الذين استقروا في قم قبل أن يأتي إليها الأشعريون. إنما الأشعريون عندما جاءوا من الكوفة أحيوا قم، أعطوها طابع آخر لقم، أصبحت قم حاضرة علمية يوجد فيها المحدثون، نشروا فيها روايات أهل البيت عليهم السلام، بحيث أنه ذاع صيت قم ببركة هؤلاء الذين جاءوا من الكوفة. عفوا سمحت السيد، الإيرانيين كانوا ساكنين في هنا يعني، نعم، هم أرضهم أرضهم نعم، ولكن نعم. إيرانيين كانوا قبل الإسلام، لا وين نحن نتكلم، نعم، إيه الإسلام باعتبار أنه الفتوحات كانت الفتوحات في اللي صارت وين زمت بدايات القرن الأول، نعم، نعم. صارت الفتوحات، نعم. هل كانوا كلهم في قوم، نعم، من شيعة آل محمد كل الذي يعرف أنه الغالب الذي كانت الطابع العام لهذه قم أنهم شيعة، نعم. السؤال الثاني اللي سأله عن القدريون هو سأل مقصوده هو أنه نحن من خلال كلامنا حول أنه هذا حديث صحيح، هذا حديث موثق، هذا حديث حسن، هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يعتمد عليه، أنه يمكن أن يأتي شخص ويقول من خلال الروايات التي نقلها أو الأقوال التي نقلها أنه قد يأتي بعض الرواة ليسوا من شيعة آل البيت عليهم السلام، نعم، أو يأتي وقد يكون شيعيا ولكنه ليس مواليا، أو قد يكون من أبناء السنة، أو بعض الفرق التي نحن نعبر عنها أنها فرق ضلال، نعم، ويروي رواية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام مثل القدرية أو مثل حتى الجبرية أو نعم. حتى بعض المعتزلة المعتزلة باعتبار أنهم من أبناء السنة، نعم، يعني لا أنهم ينتمون إلى فرقة ضالة، المعتزلة فرقة كلامية محترمة نختلف معها في شيء ولكن نتفق معها في شيء، مقصودهم الذين حاروا الأئمة عليهم السلام نبهوا عليهم في روايات أخرى، نعم، أن هؤلاء مثلا من القدرية من قال بالجبر فقد كفر، من قال بكذا، نعم. فلو جاءت رواية وفيها شخص من الذين ذموا، نعم، من الذم العام، يعني هذا الذم العام يعني بمعنى قدح فيه، نعم، بعض الروايات أو بعض الأقوال أن تقول لا تردوه، يعني لا تصدقوه ولا تكذبوه. الكلام وين؟ هناك نقطة هذه تبحث عادة عندنا نحن في علم الحديث وأيضا في علم الرجال، ليس كل رواية، شوفوا هذه لابد يلتفت حتى الأخ، نعم، ليس كل رواية ضعيفة فهي ليست صادرة من المعصوم، يعني عندما نقول هذه الرواية ضعيفة لماذا ضعيفة؟ رواها قدري، رواها جبري، رواها مثلا نفترض ناووسي، رواها بتري، فهذه الرواية نقول عنها ضعيفة ولكن لا نقول بأنها ليست بصادرة، يعني لا نجزم ولا نقطع بعدم صدور هذه الرواية، غايته أن مقتضى القواعد العلمية أننا لا نستند إليها، ولكن يمكن، وهنا هذه النقطة المهمة، نعم، جدا في بحوثنا الاجتهادية، نعم، أن الرواية الضعيفة عندما يرويها من هو ضعيف أو رمي بالضعف نجعلها في مكان يمكن أن نستفيد منها كمؤيد من المؤيدات التي تعيننا في الاستنباط، يعني ما نأخذ بها أو ما لا نأخذ بها ولكن تصلح أن تكون مؤيدا. ما معنى مؤيد؟ عندي دليل قوي سند لبعض الرواية. وهناك شيء مهم، بناء على حجية موثوق الصدور الذي هو مبنى من المباني المشهورة عند علماء الشيعة، نعم، موثوق الصدور لا يهتم كثيرا بالرواة أنهم من الموثقين أو ليسوا من الموثقين،
وإنما يلجأ إلى تجميع القرائن على ما كان عليه الكلين. وهذا الآن الرأي مازال مشهورا الآن. فنأتي إلى هذه الرواية، إذا كانت ضعيفة يمكن أن آتي بقرائن متعددة، نعم، وأصير هذه الرواية التي هي ضعيفة سند أصيرها رواية معتبرة. لماذا؟ لأن تجميع القرائن الذي يفيدني الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية من المعصوم. نعم. ولذلك عندنا الآن على موثوق الصدور عندنا روايات ضعيفة ولكن يعتمدون عليها. لماذا؟ لأن القرائن التي تحتف بهذه الرواية أوجبت عندهم الاطمئنان بصدور هذه الرواية. فعندما يقول الإمام مثلا إذا جاء هذا الشخص كان من القدرية أو كان من غيرها فلا تكذبوه ولا تصدقوه، ما معنى لا تكذبوه ولا تصدقوه؟ يعني بمعنى أنه لا نحكم عليها هذه بأنها لم تصدر من المعصوم، نعم، ولا نحكم عليها بأنها صدرت، بل ننظر إلى الأمر لعله يوجد عندي ما يدعم هذه الرواية ويجعلنا نستند إليها في مقام العمل. وهذه الذي عندنا من القواعد أن تكون موافقة للقرآن، موافقة للسنة القطعية، موافقة لحكم العقل وما شاكل ذلك من القرائن الموجودة عند علمائنا التي يستعينون بها لكي يرفعوا القيمة العلمية للرواية الضعيفة، نعم، إلى مستوى يصح الاعتماد عليها. مثلا يعني هسه من الصحابة، نعم، اللي مثلا اللي صاروا هم كانوا صحابة من، نعم، جل الصحابة مثلا، نعم، أنا أجيب مثال مثلا الشلمغاني أو، نعم، أبو حمزة البضائني، نعم، نعم، كانوا ثقات أو ما كانوا ثقات؟ نعم، كانوا يعتمد عليهم من بعدها، نعم، هل نعتمد عليهم أم ما نعتمد؟ شوف القضية من الأمور المهمة جدا هذه ترتبط بمن بهؤلاء الذين قال عنهم أحد سفراء الإمام عليه السلام: خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا. يعني اللي رواه من أهل البيت ناخذه. فهناك روايات كثرت عن هؤلاء قبل أن مثل الواقفية، نعم، مثل الواقفية، يعني هؤلاء الذين رووا والذين وقفوا قبل أن يقفوا على الإمام القاضي سلام الله عليه كانوا من الرواة المعتمدين، صح، ولكن بعد أن وقفوا على الإمام يعني لم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا عليه السلام، نعم، من هذا الوقت صار عندهم رأي، هذا الرأي رأي اعتقادي، أي أن الإمام القاضي سلام الله عليه لم يمت وإنما رفع وسيظهر في آخر الزمان، صح، ولذلك أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. ولكن هؤلاء كانوا من الرواة وقد رووا الكثير من الروايات عن الإمام القاضي سلام الله عليه، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن الإمام الباقر. فماذا نفعل؟ نحن لا نتبعهم في رأيهم بالوقف، ولكن نأخذ برواياتهم. المشكلة وين صارت عندنا؟ أن هؤلاء بعد أن وقفوا على الإمام رووا روايات بعد وقفهم، الروايات التي رقوها بعد وقفهم إذن روايات صادرة من أناس مشكوك في أمرهم، في أمرهم من حيث المعتقد الديني، نعم، أي أنهم يحملون عقيدة فاسدة، نعم، ولا يمكننا أن نعتمد على رواية يرويها لنا من يأمن يعتقد بعقيدة فاسدة. وقع الكلام الآن، نعم، جاءت رواية عن علي بن أبي حمزة البطائني، نعم، ولا نعرف أن هذه الرواية هل هي ما قبل وقفه أم بعد، نعم، وقفه. هنا العلماء عندهم شيء يقال: إن دلت القرائن على أن هذه الرواية كانت ما قبل وقفه نأخذ بها، وإن لم إن دلت القرائن على أنها بعد وقفه لا نأخذ بها، ولكن إذا لم يدل دليل لا يمكننا أن نعتمد على هذه الرواية، لأنه عندنا قاعدة أصولية، نحن هذه من القواعد وهي الأصولية التي يستند إليها هي التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. يعني لا يمكنني أن أتمسك بدليل عام قبل أن أحدد موضوعه. موضوعه ما هو؟ رواية الثقة. طيب هذه الرواية الآن الذي بين يدي هل هي قبل الوقف لكي تكون ثقة أم بعد الوقف لكي تكون رواية غير الثقة؟ فلا يمكن أن أحدد، فلا أتمسك بالدليل الذي دال على حجية خبر الثقة، لأن هذا من الدليل الذي يثبت موضوعه، والدليل ليس من شأنه إثبات الموضوع، وإنما الدليل يأتي بعد ثبوت الموضوع في نفسه. على علي أبو حمزة البطائني هيك صارت، نعم، ولكن هل على الشلمغاني كان نفس الكلام؟ نفس الكلام. الشلمغاني بعد أن
خلينا نعبر تعبير وليس الارتداد الاصطلاحي، بعد أن ارتد على عقبه. هنا هذا الكتاب الذي بين يديه عندما سئل السفير الرابع عنه أنه ماذا نفعل بهذه الرواية، كان يقول على ما قاله الإمام، خذوا ما رووا ودعوا ما رأوا. نترك رأي الشلمغاني وروايات التي بين أيدينا من الشلمغاني قبل ارتداده على عقبه نأخذ بها، وبعد ارتداده لنأخذ بها. شكرا سماحة السيد، يعني الوقت اليوم ما أدري شلون يعني انقضى. وشوف يعني الحمد لله، شكر موصول لسماحتكم إن شاء الله لبرامج أخرى إن شاء الله، ومن وهذا البرنامج تراثنا نكمل حديث إن شاء الله تعالى عن كتاب الكافي